انك كنت موجود معانا النهارده، ارجوك تحاول تسافر تاني بكره وتقول لنا ايه اللي هيحصل. واذا كان عبد الله عاصم، اذا كان متهم فمن حقه انه يعرف هو متهم بايه، ده اساسا اذا كان متهم. اذا كان متهم فالمفترض انه يعرف هو متهم بايه. اذا كان عنده قيود تمنعه من السفر فابسط حقوقه انه يعرف ايه هي القيود اللي منعه من السفر. وفقا للدستور الراجل ده مع احترامنا الشديد له، اصل الحكايه دي بيتبص لها في المجتمعات بتاعتنا يعني على انها نظره متخلفه، لكن الراجل ده لسه طفل. ولكن من الممكن ان عبد الله عاصم يبقى فاروق الباز او يبقى عصام حجي او يبقى نابغه مصريه نتحايل عليه بعد كده ونقول له انت قدمت ايه لبلدك. ممكن يروح يسافر ويرجع ونبقى كلنا فخورين بيه، ممكن يسافر وما يرجعش وهنبقى كلنا فخورين بيه، بس هنبقى عارفين المجتمع ده قد ايه غلط في حقه. نتمنى فقط ان احنا نحصل على اي رد مباشر من اي جهاز مسؤول عن عبد الله عاصم في هذا البلد. سمريم مع حضراتكم بعد الفاصل.